طرح كراسات شروط الحجز 18000 وحده اسكان اجتماعي حر. كانت اعلنت وزاره الاسكان فتح باب الحجز ل 18590 وحده اسكان اجتماعي حر، وهتطرح الوزاره ممثله في صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في 12 محافظه تقريبا، وهذا بدايه من يوم 12 اغسطس وحتى 5 سبتمبر. على العموم المزيد من التفاصيل معنا استاذه مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري وصندوق الاسكان الاجتماعي. استاذه مي اهلا بيك يا فندم، تفاصيل بداية طرح كراسات الشروط. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك ومساء الخير على المشاهدين الجميع. احنا ان شاء الله هنطرح كراسات الشروط اعتبارا من 5/12، هتبقى متاحه في جميع مكاتب البريد المميكنه على مستوى الجمهوريه. زي ما حضرتك ذكرت احنا هنطرح 18590 وحده في 12 محافظه، 20 مدينه جديده و 20 مدينه ما بين المحافظات والمدن الجديده. بعد سحب الكراسات هنفتح باب التقديم من يوم 12 لحد يوم 5 سبتمبر ان شاء الله. من خلال الموقع الالكتروني يا فندم. بالظبط، التقديم هيبقى الكتروني. وباولويه الحجز. بالظبط كده، العميل هيدفع مقدم الحجز في مكاتب البريد وبيرفع المستندات بتاعته اللي هي مستندات السداد على الموقع، واللي اللي بيكون مسدد المقدم بيقدر يحجز الوحده بتاعته، والوحده بتاعته بتتشال تلقائيا من امام بقيه الحاجزين طالما هو مسدد المقدم. احنا حابين نعرف من حضرتك مره تانية، تفكرينا اسكان اجتماعي حر يعني ايه؟ هو حضرتك احنا بنطرح برنامج الاسكان الاجتماعي شروطه العامه، بيكون في شروط محدده بالدخل، يعني حد اقصى للدخل كنا في اخر اعلان 4750 جنيه للاسره و 3500 جنيه للفرد الاعزب. في بعض الناس كانت ما بتقدرش انها تتقدم نتيجه انها مش هتقدر دخلها ممكن يكون اعلى من كده، او ما بتقدرش تثبت الدخل، ما بتقدرش تتعامل مع البنوك، فيعني حبينا نلبي برضو رغبه الفئات اللي هي يعني مش بتقدر انها تنضم لينا بنظام التمويل العقاري، ونقدم وحده يعني غير مدعومه برضو 90 متر سعرها اقل من مسيلتها في السوق يعني 30 او 40%، بالذات الشريحه دي يعني مش مطروح منها كمان كتير في السوق الحر يعني. شروط استاذه مي بعد اذنك مره اخرى للتقديم باولويه الحجز على المواقع الالكترونيه، شروط بقى لهذه الوحدات؟ لا، هي الشروط بس السن 21 سنه كحد ادنى، شخص مصري هيقدر يحجز وحده واحده ليه او لاسرته، الزوج اي حد يقدر يتقدم عليه. بنتكلم في يعني مقدم قد ايه فندم؟ يعني المقدم هيكون 30000، وطبعا الناس لما هتيجي تستلم هتستكمل دفعه استلام بحيث يدفعوا 30% من الثمن، والباقي هيبقى تقسيط على 3 سنوات ان شاء الله. طيب ممكن ياخدها تمويل عقاري؟ لا، هي دي ما احنا اللي بنطرحه بنظام التمويل العقاري، هي الوحدات اللي احنا بنقدمها في برنامج الاسكان الاجتماعي. وده هيكون ليها اعلان ثاني قريبا، الاعلان العاشر ان شاء الله، وده هنطرح فيه 120000 وحده زي ما اعلنا قبل كده سياده الوزير، كان اعلن في بيان صحفي سابق يعني. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي.